السلام عليكم، تحية عطرة إلى كل الأصدقاء والمتابعين الكرام. قبل كل شيء عندي طلب بسيط منكم، تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد، وشاركون الحلقة مع الأهل والأصدقاء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان المحتوى اللي دا أقدمه يعجبكم. تعلمنا بالحلقات السابقة الجمل الاسمية في الحالة المثبتة والمنفية وفي حالة الاستفهام. اليوم حلقتنا راح تكون عن الأفعال، وراح تكون على شكل سلسلة عدة حلقات، لأن موضوع الأفعال مهمة جدا جدا، وهي أساسية في اللغة التركية. إن شاء الله شوي شوي راح نفهم الأفعال وشلون تتصرف وشو كنت تستعملها وفي أي زمن. هادي بشلا يلم، هيا لنبدأ. قبل ما أتكلم عن الأفعال لازم نعرف شنو هي مصادر الأفعال. مصدر الفعل هو يتكون من جذر الفعل، يكون فعل أمر زائد ماك أو ميك حسب قاعدة التوافق الصوتي. ناخذ أمثلة: ياز تعني اكتب، أتى هذا الفعل على صيغة فعل أمر مجرد يسمى جذر الفعل بدون أي إضافة. نريد نحول الفعل إلى مصدر فعل حسب القاعدة، نضيف أما ماك أو ميك. هنا ياز آخر حرف صوتي هو ثقيل آ، فنضيف ماك، ياز ماك وتعني الكتابة. حولنا الفعل من فعل أمر إلى مصدر، ضفنا ماك، سيل وتعني امسح. هنا الفعل أتى مجرد على شكل فعل أمر، نريد نحول الفعل إلى مصدر، نضيف ماك أو ميك. هنا آخر حرف صوتي في الفعل هو إي، فنضيف ميك، تصبح سيل ميك وتعني المسح. حولنا الفعل إلى مصدر، ضفنا ماك أو ميك، أتور وتعني اجلس، فعل أمر. نريد نحول فعل إلى مصدر، نضيف ماك أو ميك. هنا آخر حرف صوتي هو أو، فنضيف ماك، تصبح أتور ماك وتعني الجلوس. حولنا الفعل إلى مصدر فعل. هاي فكرة بسيطة شلون نحول الفعل إلى مصدر. احنا بالأزمنة راح نحتاج جذر الفعل ياز سيل وتور. أول الأزمنة اللي راح ناخذها في سلسلة الأفعال هو الفعل المضارع، شمديك الزمان، الزمن الحاضر. خلينا نشوف شنو قاعدة الفعل المضارع. يتكون الفعل المضارع في اللغة التركية من جذر الفعل واللي يأتي على صيغة فعل أمر، وتكلمت عنه في موضوع مصادر الأفعال، يضاف هذا الرمز وهو حرف متغير حسب قاعدة توافق صوتي، وراح أتكلم عنه بالتفصيل. يضاف هذه اللاحقة يور، لاحقة فعل المضارع ثابتة لا تتغير، ويضاف لاحقة الضمير. يعتبر هذا الرمز تكلمت عنه هو حرف متغير وحسب قاعدة التوافق الصوتي. يعني شنو؟ خلينا نشوف. هذه الأحرف الصوتية اللي تعلمناها وهي ثمانية: آ أ أ إي أو أو أ أ. إذا أتى في نهاية الكلمة آ أو أ يضاف أ، وإذا أتى أ أو إي يضاف إي.
إلى نهاية الكلمة. أو يضاف أو، أو يضاف أو. وراح نستعمل في الفعل المضارع فقط هذه الأحرف الأربعة لتضاف ولتكون متغيرة حسب قاعدة التوافق الصوتي، أما أ أو إي أو 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 أو. لنأخذ أمثلة حتى نفهم هذه القاعدة جيدا. لنأخذ مثلا كلمة كال ماك وتعني البقاء، هذا مصدر الفعل، نريد جذر الفعل نحذف ماك، جذر الفعل كال، ونضيف حرف الصوتي المتغير الرباعي. ننظر إلى الكلمة، آخر حرف صوتي هو آ، إذا انتهت الكلمة بحرف صوتي آ أو أ نضع أ، فنضع أ حرف الصوت المتغير، ونضيف لاحقة الفعل المضارع يور، وهذه ثابتة لا تتغير أبدا. هسه نريد نستعمل هذه الكلمة مع الضمائر بن أنا، واللاحقة بن علمناها بالحلقات السابقة في موضوع الضمائر مع اللواحق الشخصية، بن كال يور، ننظر إلى آخر حرف صوتي هو أو، فنضيف أو، ولحقت أنا ما، بن كال يوروم، أنا أبقى، سن كال جذر الفعل، نضيف الحرف الصوتي المتغير الرباعي أ، ولاحقت الفعل المضارع وقلنا هاي ثابتة ما تتغير، ولاحقت سن كال يور س، آخر حرف صوتي هو أو، نضيف أو ن، سن كال يور سون، أنت تبقى، أو كال جذر الفعل، ونضيف الحرف المتغير أ، ولاحقة الفعل المضارع يور، ونضيف بعدها شنو؟ ما نضيف أي شيء. ثم تذكرون ضمير أو لا يأتي بعده أي لاحقة، هو يبقى. بيز كال جذر الفعل، نضيف له حرف الصوتي الرباعي المتغير أ، ولاحقة الفعل المضارع يور، ولاحقة الضمير بيز، آخر حرف صوتي هنا أو، نضيف أو وز، بيز كال يورز، نحن نبقى. سيز كال جذر الفعل، ونضيف حرف الصوتي الرباعي المتغير أ، ولاحقة فعل المضارع يور، ولاحقة سيز س، آخر حرف صوتي هو أو، أو ن أو ز، سيز كال يور سونوز، أنتم تبقون. عندي ملاحظة صغيرة، سيز مثل ما تعرفون تعني أنتم، في اللغة التركية ممكن يكون الحديث مع شخص واحد وليس مع مجموعة أشخاص، يعني هنا سيز كاليوسونوس أنتم تبقون صحيح، ولكن ممكن أن نتكلم مع شخص مفرد ويكون بدل من نقول له سن كاليوسون سيز كاليوسونوس، ها تأتي للاحترام أو صفة رسمية ألطف. كثير أتراك يستعملون هذه الصيغة. أولار كال جذر الفعل، والحرف الصوتي المتغير الرباعي أ، ولاحقة الفعل المضارع يور، وفي حالة الجمع نضيف لار أو لير، هنا أو نضيف لار،
مثل ما تعلمنا. أولار كال يور لار، هم يبقون. هذا زمن الحاضر، يعني حاليا نتكلم عنه، يعني لا في الزمن الماضي ولا في الزمن المستقبل. هذا الزمن مستمر إلى وقت معين في الزمن الحاضر. إذن الضمير بن ولاحقة الفعل المضارع ولاحقة الضمير هذه دائما ثابتة، بن يورم سن، لاحقة الفعل المضارع ولاحقة الضمير يورسون ثابتة أيضا. ضمير أو مع يور ثابتة، بيز يورس ثابتة، سيز سنوس ثابتة، أولار يورلار ثابتة. ليش؟ لأن هنا أو آخر حرف صوتي في الكلمة فتأتي هنا أو. بما أن يور هو ثابت في الزمن الحاضر فإذا هاي دائما تكون ثابتة، ما تتغير أبدا، فقط يتغير الفعل. هاي راح أسير هنا من عملية حفظ الفعل المضارع. لنأخذ كلمة أخرى مثلا فير مك وتعني الإعطاء، وإحنا نحتاج فقط جذر الفعل فنحذف المك ما نحتاج المصدر. فير هنا انتهى آخر حرف صوتي هو A، وحسب قاعدة توافق صوتي إذا كان نهاية الحرف الصوتي في الكلمة A أو E نضيف E فنضع E. حرف المتغير الرباعي ونضيف لاحقة الفعل المضارع وهي يور وهذه ثابتة ما تتغير. هسه نطبق فير يور مع الضمائر، بن فير يور ووم، آخر حرف صوتي في الكلمة أو نضيف أو ولاحقة ما ثابتة ما تتغير. سن فير هنا آخر حرف صوتي هو إيه نضيف إي حرف المتغير الرباعي ونضيف لاحقة الفعل المضارع يور ولاحقة الضمير الشخصي سن يور سون. سن فير يور سون، أنت تعطي. أو فير حرف المتغير الرباعي إي ولاحقة الفعل المضارع يور وما تأتي بعد أي لاحقة. أوفر يور هو يعطي. إيز فير أضيف حرف المتغير الرباعي إي ولاحقت ونضيف لاحقة الفعل المضارع يور ولاحقة الضمير بيز يوروز بيز فير يوروز نحن نعطي. سيز جذر الفعل فير حرف الصوتي المتغير الرباعي اي ولاحقة الفعل المضارع يور ولاحقة سيز سو نوز. سيز وير يور سونوز، أنتم تعطون. ألار وير جذر الفعل إي حرف الصوت المتغير الرباعي يور لاحقة الفعل المضارع ولاحقة الضمير أولار آخر حرف صوتي هو أو فدائما تأتي لار لا تأتي لير. أولار وير يور لار هم يعطون. هذه هي الحالة الأولى، إذا أتى في نهاية الفعل حرف ساكن وهنا حرف الساكن هو ر، والمثال السابق كان ليه
كارل، ليه؟ لنأخذ الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا انتهى الفعل بحرف صوتي آ أو أ. لنأخذ أمثلة على هذه الحالة. نأخذ مثلا كلمة يمك وتعني الطعام. نحذف مك لأن احنا نحتاج بس جذر الفعل. هنا الفعل انتهى بحرف صوتي أ، وحسب قاعدة التوافق الصوتي إذا انتهى حرف الصوت المتغير أ أو إي نضيف إي، فنضيف إي ولاحقة الفعل المضارع يور. ومثل ما تعلمنا في اللغة التركية إذا التقى حرفين صوتين مع بعض نضع حرف واي حرف حماية، وهنا لا نضع بينهما حرف واي وإنما نحذف الأ تصبح ييور. هسه نطبق فعل ييور مع الضمائر بان ييور روم أنا آكل، سان يي يور سون أنت تأكل، أو يي يور هو يأكل، بيز يي يو روز نحن نأكل، سيز يي يور سنوز أنتم تأكلون، أولار يي يور لار هم يأكلون. نأخذ مثال آخر على هذه الحالة، أن كلمة باشلاماك وتعني البدء. نحذف ماك لأن نحتاج فقط جذر الفعل. بشلة تعني ابدأ. نضيف الحرف الصوتي المتغير الرباعي، هنا انتهى بحرف آ فنضيف أما آ أو أ. نضع هنا أ لاحقة الفعل المضارع يور. مثل ما اتفقنا أنه لا يجوز التقاء حرفين صوتيين مع بعض في حالة الأفعال، نحذف الآ فتصبح باشليور. ونطبقها مع الضمائر بان باشليوروم أنا أبدأ، سان باشليور سون أنت تبدأ، أو باشليور هو يبدأ، بيز باش ليور روز نحن نبدأ، سيز باش ليور سنوز أنتم تبدأون، أولار باش يور لار هم يبدأون. توجد بعض الأفعال الشاذة للحالة الثانية، لنأخذ مثلا كلمة أوينا ماك وتعني اللعب. نحذف ماك مثل ما تعلمنا هنا انتهت الكلمة بحرف صوتي آ حرف ثقيل، فهنا إذا انتهى بحرف آ أو أ نضع أ. تعلمنا نحذف الأ ونضيف لاحقة الفعل المضارع يور، لكن هذا خطأ. إذا الكلمة بدأت بحرف أو أو أو
هنا لا نضع أ وإنما نضع أو، تصبح أو نيور، لأن أتت في بداية الكلمة أو حرف صوتي، يعني هذه مثل بقية الأفعال. هنا قاعدة شاذة. الحالة الثالثة، نأخذ كلمة أكو ماك وتعني القراءة، نحذف ماك وجذر الفعل أكو اقرأ، وحسب قاعدة التوافق الصوتي ننظر إلى آخر حرف صوتي هو أو، وهنا إذا انتهى بأو أو أو نضيف أو، ونضيف أو ولاحقة الفعل المضارع يور، وهنا بالتأكيد مو صحيحة، نحذف أو تصبح أوكيور. إذا انتهى الفعل بحرف صوتي أو 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 نضيف يور، فقط نضيف يور، ما نعمل أي تغيير، طبقها مع الضمائر بين أوكيور روم، أنا أقرأ سان أوكيور سون، أنت تقرأ أو أوكيور هو يقرأ بيز أوكو يوروز، نحن نقرأ سيز أوكو يور سونوز، أنتم تقرؤون أولار أوكو يور لار، هم يقرؤون. يورو مك وتعني المشي، نحذف مك ونأخذ فقط جذر الفعل يورو يعني امشي، لأن هو جذر الفعل يأتي على صيغة فعل الأمر. هنا انتهى بحرف صوتي أ، وحسب قاعدة التوافق صوتي إذا انتهى ب أ أو أ نضيف أ، وهنا نضيف أ ولاحقة الفعل المضارع يور، وقلنا هذا ما يجوز، نحذف الأ تصبح يوريور يوريور يمشي. هنا انتهى حرف صوتي أ، ويور ما تتغير، يعني ما نضع هنا أ لأن هنا انتهى بحرف صوتي أ، هذا خطأ، يور ثابتة ما تتغير، يعني يور يور، هاي انتبهوا لها زين انه يور ثابتة ما تتغير. طبق الفعل مع الضمائر بين يورو يوروم، أنا أمشي سان يورو يورسون، أنت تمشي أو يورو يور هو يمشي بيز يورو يوروز، نحن نمشي سيز يورو يور سونوز، أنتم تمشون أولار يورو يور لار، هم يمشون. هذه كانت الحالة الثالثة، بقت عندنا الحالة الرابعة والأخيرة، خلونا نروح نشوف
شنو هذه الحالة؟ الحالة الرابعة والأخيرة، كلمة get back وتعني الذهاب. نحذف back لأن نحتاج فقط جذر الفعل، وهنا تعني اذهب get. ننظر إلى آخر حرف صوتي في الفعل هو إي، وحسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي إذا انتهت الكلمة بحرف صوتي أ أو إي نضيف إي، فنضع هنا إي. ولاحقت الفعل المضارع يور get your. برأيكم هذه كلمة صحيحة؟ غير صحيحة. إذا تذكرون قاعدة كاتشب أخذناها بالحلقات السابقة، شو يقول هذه القاعدة؟ إذا أتى حرف صوتي بعد حرف ت تقلب ت إلى د، فنحذف ت نضع د تصبح جيديو. الكثير يقع في هذا الخطأ فتصبح get your وليس get your. نضع الفعل مع الضمائر بين get your room أنا أذهب، سين get your soon أنت تذهب، أو get your هو يذهب، بيز get yours نحن نذهب، سيز get your سنوز أنتم تذهبون، أولار get your lar هم يذهبون. أخذنا كل الحالات، تعلمنا الفعل المضارع كل حالاته، عرفنا أنه صيغة الفعل المضارع تبدأ بجذر الفعل ونضيف لها الحرف الرباعي المتغير أ أو إي أو 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 إي، تضاف لاحقة الفعل المضارع يور وهذه ثابتة ما تتغير، تضاف لاحقة الضمير. وعرفنا أنه دائما في الفعل المضارع الضمائر مع يور ولاحقة الضمير كلها ثابتة لا تتغير، فقط يتغير الفعل، ولاحظتها بكل الأمثلة. أتصور الموضوع مو صعب، يعني القاعدة مو كل صعبة، يعني ممكن إذا واحد يركز شوية ويحفظ هذا الأحرف الصوتية وشون تتغير راح أسهل عليكم التحدث باللغة التركية بصيغة الفعل المضارع بصورة سهلة، وإن شاء الله مع استعماله مع الجمل راح تكون أسهل وأكثر فهم. أي أسئلة عندكم اتركوا لي بالتعليقات وإن شاء الله راح أجاوب عليها. هسه وصلنا إلى نهاية الحلقة، إذا عجبتكم لا تنسون تضغطون لايك، تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد. مع أطيب تحياتي Guru Shuruz.